السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وطمأن للاتحاد السعودي برسالة على حسابه الرسمي في تويتر، جاء فيها: يود للاتحاد السعودي لكرة القدم أن يطمئن الجميع على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار الروستوف أو نادون، ويتجه الآن أفراد البعثة بسلام إلى مقر أقامتهم. كما تم نشر فيديو أثناء وصول اللاعبين ومغادرتهم الطائرة وسط حضور مكثف في المطار. ويتواجه المنتخب السعودي مع أوروغا وآي الأربعاء في مدينة الروستوف أو نادون في ثاني جولات المجموعة الأولى للمونديال. وكان الأخضر خسر المواجهة الأولى أمام روسيا المستضيفة بخماسية نظيفة.